التحذيرات لا تتوقف من تحول مواقع الإنترنت لأخطر بؤر استقطاب الشباب للتطرف. يا نبيل، هذا صحيح. منظرو الإرهاب لا يتوقفون بكل الطرق الخبيثة في سبل تنفيذ خططهم للتغرير بالشباب، ومواقع التواصل الاجتماعي باتت المنبر الأخطر الآن لبث أفكار هذه الفئات الضالة والمسممة لعقول وقلوب الصغار. فكيف يمكن حماية هؤلاء من الوقوع في شراك الإرهاب؟ وعن هذا الملف بالتحديد ينضم إلينا من القاهرة الشيخ عبد الخالق العطيفي، مفتش الدعوة في وزارة الأوقاف، ومن فينيكس في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الدكتور زهدي جاسر، مؤسس ورئيس المنتدى الإسلامي الأمريكي للديمقراطية. وأبدأ معك دكتور زهدي، يعني في البداية، ما هي أهداف تنظيم داعش في رأيك؟ الهدف هدفهم هو أن يقولوا للمسلمين في أنحاء العالم أنهم قادة الدولة الإسلامية، وبالتالي تجنيدهم يتم عن طريق إبلاغ الشبان أن لهم بوابة إلى الجنة عن طريق الانضمام إلى داعش، وهم يربطون بينهم وبين الإسلام. والطريقة الوحيدة لهزيمة ذلك تتمثل في توعية أطفالنا هي مع الدولة العلمانية وليست الدولة الدينية ممثلة بداعش. طيب دكتور زهدي، اسمح لي أن أسأل الآن الشيخ عبد الخالق، أهلا بك مجددا. يعني ما هي برأيك أفضل وسيلة للرد على الإرهاب أو إرهاب داعش ودعواته المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإسلام تحياته السلام وتحياته الإسلام. أيها الأحباب في الله وفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك خيار ثالث ليس مع الدولة الدينية وليس مع الدولة العلمانية، إنما هو الدولة المدنية التي لها مرجعية إسلامية. أعني بالمرجعية الإسلامية ما في الإسلام من قيم الرحمة والحب والصفاء والتسامح. نشر هذه القيم هو الوحيد الحل الكفيل بالقضاء على الإرهاب. القضاء على الإرهاب يكون بنشر القيم التي تضاد الإرهاب على طول الخط، وهذه القيم تحديدا هي قيم الإسلام التي دعا إليها. يكفي أن الإسلام أول آية فيه أو أول ما نقرأ من سور القرآن الكريم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالله تبارك وتعالى تعبدنا باسمه الرحمن الرحيم. ويكفي أن رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا أن الإسلام دين الرحمة، بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك كان علماء الإسلام الوسطيون الذين ينتهجون نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد فيهم أول ما يقرأ سمع طالب العلم من طلابه يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما الدعوة إلى الدولة العلمانية والدولة البعيدة تماما عن السلوكيات والقيم الدينية والأخلاقية والإسلامية، هذا يغذي التطرف من جانب آخر. فالإسلام دين الوسطية، لا تطرف هنا أو هنا، إنما خير الأمور الوسط. طيب أنتقل إليك مرة أخرى دكتور زهدي، يعني في رأيك كيف نجح داعش في التغرير بقطاع عريض من الشباب، وكيف يمكن برأيك أن نحمي شبابنا من التطرف؟ الموضوع الخاص بكيفية حمايتهم، وشكرا لاستضافتي بالمناسبة، علينا أن ندرك أن العقار الذي يغذي داعش، من المثير الاهتمام أن السعودية وإيران وكل الدول التي تغذي هذا التشدد في بلدانها تدعي أنها أيضا ضد داعش، بينما هم عسكريا ربما ضد عادش وداعش، ولكن العقار هو الذي خلق النظام السعودي والنظام الإيراني والأسد نتيجة لعلاقته مع إيران. نعم، أنا أؤمن برسالة النبي وأن الإسلام دين رحمة، ولكن لا يمكن شيطنة الدولة العلمانية، لأن الفصل بين الدين والدولة ضروري لهزيمة جاذبية داعش. لو الشباب مرتبط بدولة يعتقد أن الناس فيها
سواسية سواء مسلمين أو غير مسلمين، وأنهم يتمتعون بنفس الحقوق، وبالتالي فإنهم لن يتحولوا إلى التشدد. الدولة الإسلامية هذه هي عبارة عن عقار أو مخدر يغري الشباب. طيب شيخ العطيفي، كيف يمكن برأيك كسب إذن معركة العقول والقلوب، قلوب الشباب بالطبع، ضد جماعات الإرهاب هذه؟ أولا أنا أقدر الخلفية الثقافية التاريخية والنموذج المعرفي الذي يتحدث معه ضيفكم الكريم أو من خلاله ضيفكم الكريم، لكن اسمحوا لي أن أقول إن الإسلام لا يعرف أبدا تفرقة بين الدين والدولة، إنما الدولة تقوم على أسس وقيم أخلاقية سمحة، إنما تغذي السماحة وتغذي الرحمة وتغذي الحب في العلاقات بين الناس. الإسلام يضع أطر عامة في العلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض وبين المسلمين والعالم. الإسلام تجاوز مسألة حقوق الإنسان بمراحل، إنما الإسلام يتحدث عن حقوق الأكوان. حقوق الأكوان بمعنى أن الحيوان له حق، وأن النبات له حق، وأن الجماد له حق. هذه القيم التي نعلمها ونتعلمها من ديننا لم تكن موجودة عند داعش. لما لم تكن موجودة عند داعش؟ لأن داعش هي في الأصل صناعة الدول العلمانية وليس صناعة الدول الإسلامية. لذلك من الذي يلقي بالأسلحة إلى داعش؟ من الذي يأتي بالأسلحة إلى من الذي يغذيهم بوسائل التكنولوجيا الحديثة التي يتواصلون من خلالها؟ من الذي يبث إليهم ويبث لهم الأفلام التي يسجلونها؟ ومن الذي يصور لهم أفلامهم التي يصورونها وذبح الناس هكذا بهذه التقنية العالية؟ طيب. هذه هي الدول العلمانية إنما تغذي داعش، ربما للإساءة إلى الإسلام، ربما للإساءة إلى المسلمين. المهم أن داعش لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالأخلاقيات الإسلامية ولا بدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الرحمة. أنا أشكركما شكرا جزيلا من القاهرة. كنت معنا الشيخ عبد الخالق العطيفي، مفتش الدعوة في وزارة الأوقاف ومن فينيكس في ولاية أريزونا، السيد والدكتور زهدي جاسر، مؤسس ورئيس المنتدى الإسلامي الأمريكي للديمقراطية. شكرا جزيلا لكما.